VFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نخش على اللي بعد كده ليست. الليست ده طبعا احنا خدناه من الكومبوننت اهو دي، ودي وظيفتها انها تعرض ليستة بالبرودكتس بتاعتك او ليستة بحاجة معينة. ازاي؟ خلينا هنا نشوف الداتا بروفايدر. في قلم، دوس على القلم هتبص تلاقي فيه الفاليو. الفاليوز دي لو انت ضفت مثلا منتجات كده، بتبص تلاقي الليستة بدأت تظهر لك بالشكل ده، وممكن كمان عن طريق تمام ترانزيشن كده بتعمل له ايه من هنا اسمها الفري ترانسفورم. خلاص ده كله يتعمل بالاكشن سكريبت، وهنشوف ازاي الاكواد نعملها ازاي. لو انا جيت عملت تيست هبص الاقي عندي حاجه زي كده. اوكي تمام، اللي اختاره بتضاف لي مين، بتعمل له عليه ازرق بالطريقه دي، بيبتدي يتعلم عليه وخلاص. طيب لو جيت قلت اللهم مالتي سيلكشن، هتبص تلاقي اللي انت لما تختار واحد، لو دوست على كنترول دوست على حته تانية هتبص تلاقي اخترت الاثنين. دي طبعا ما كانتش مفعله في اللي فاتت من قبل ما ادوس على مين اللاو مالتيبل سيلكشن. تعال نشيل دي خالص. طبعا الانيبل اتعرفت والفيزابل اتعرفت. طبعا هنا هنقول ده بيديك الهوريزونتال سايز اللاين نفسه. لو انا جبت كده 10 وجيت كده قلت اوكي، هتبص تلاقي هنا مديك بيج سكرول هنقول 4. سيبك من الحاجات دي، المهم انا عندي بس اهم حاجه حته ان ازاي تاكتف على الليسته دي. طبعا الليسته دي سهله قوي، مفيش حاجه. لو عايز تغير الليسته اللي جوه بتضغط دبل كليك من جوه وتبدا تغير الالوان بتاعت الحاجات دي، هتبدا ايه تظبط معاك الدنيا اهو. شايف دي الالوان، بتغير بقى الالوان ده كله زي ما انت تحب. تفتحها من جوه خالص، جروب اوبجكت دروينج. شايف لو انت جيت مثلا حطيتها دي كده، جيت عمل تيست بص تلاقي اتغيرت بالشكل ده. براحتك انت بقى ظبط زي ما انت عايز وغير اللي انت عايزه. طب انا عايز ارجع، تعال نشوف نعملها ازاي بالاكشن سكريبت. تعال نشيل ده كله، اوكي خلاص حاجه فاضيه خالص عندنا، ونفتح الاكشن سكريبت. وطبعا نسمي ده اي انستنس نيم، وليكن برو ليست مثلا. هات دي كوبي، وبعدين نخش على الاكشن سكريبت واقول له بقى البرو ليست ده هضيف عليه ايتم. ازاي؟ هنقول اد ايتم الاي كابيتال تمام، ونفتح قوسين كده ونقفل البرنسيز من بره، ونفتح جواهم قوسين اللي هو مين اللي هو زي الفانكشن اكواس الفانكشن. هنقول له الليبل بتاعك نقطتين، وبعدين هنكتب اسم الليبل اول حاجه هنا الفلاش مثلا. وده كده ضفت ايتم واحد، انا كده ضفت ايتم واحد. طيب جميل، كل اللي انا هعمله بقى هبدا اضيف ايتمز كتير. خلينا نضيف شويه كده. اوكي فلاش فوتوشوب مثلا، الستريتور ماكس سينما 4D، خلينا هنا نحط 3DS Max مثلا ويب ديزاين. ممكن هنا نحط مثلا بروجرامينج
تمام. دي بس ايتمز عشان بس نشوفها هتبقى عاملة ازاي. ممكن هنا نحط الدروينج. تمام، لو جينا عملنا تيست الموفي تبص تلاقي اللي احنا كاتبينه بالترتيب نازل لي هنا، حتى لو انا كاتب حاجة بره هتلغي اللي بره وهتبتدي يشتغل على اللي جوه ده. تمام. طيب لو انا جيت مثلا قلت لو انا جيت مثلا حاجه زي التحكم في السايز، يمكن الناس سالتني قبل كده ازاي اتحكم في السايز من داخل الاكشن سكريبت. اقول لك والله انت تستدعي الحاجه بتاعتك او الاوبجكت بتاعك خلاص، وبتحط عليه حاجتين، يا اما الويدز يعني دوت ويدز كده بيساوي مثلا 550 عرض الابليكيشن بتاعنا، لو جيت عملت حاجه زي كده تبص تلاقي معمول حاجه. تمام، طبعا مش محطوط في النص او مش محطوط في الاول هنا عشان يبان لك دي. تمام، العرض ده 550، خلينا ناخد ده ونقول له حطه لي في القائمة في المحور اكس 0 وفي المحور واي دوت واي بصفر. تمام، صفر صفر دي يعني فوق في الاستيدج، فوق خالص على الشمال. خلاص كده بدأ يظبط لك اهي. حبيت بقى تصغر تكبر تمشي شوية بالاكس عدد بكسلات، تنزل شوية بالواي، دي حاجة ترجع لك انت، او لو انت مثلا عايز تحدد الهايت برضو بنفس الطريقة. اتش اي اي جي اتش تي بتساوي مثلا خليها 300، طبعا هو شغال بالبيكسل حسب اللي انت الوحدة اللي انت مختارها للابليكيشن بتاعك او للبرنامج بتاعك. خلاص اهو بالظبط عملها لك 300. اوكي، طبعا هو 300 طبعا لغاية هنا لان العرض كل ده 400 اساسا، فهو كده كبيرة قوي، فممكن تخليها 100 مثلا لو عايزها تصغرها شوية، ممكن تخليها 50. تصغرها اكتر عشان تبقى باينه، شايف حاجه بسيطه خالص، وانت بقى بتعمل سكرول زي ما انت عايز. دي كانت طريقه، ممكن طريقه كمان تعمل الاتنين دول في خطوه واحده بحاجه زي كده، وبعدين تقول له سيت سايز سيت سيت سايز ايوه تمام، وتروح عامل قوسين كده تقفل وتقول له والله اعمل لي مثلا 500,100. خلاص طيب تعال نشوف كده، يبقى هو جايب لك العرض الاول بعدين الطول بتاع التكست بوكس بتاعك او اسمها اللي هي الليسته بتاعتك دي. طبعا دي مش تكست بوكس، تكست بوكس لسه جاي، بس حبيت اعمل لك الموضوع بالاكشن سكريبت عشان تبقى فاهم. برضو انا هسيبها لك هنا ونخش على اللي بعده. نشوف بقى اللي بعد كده، هنعمل لير جديدة، نخلي ده نعمل لير جديدة مثلا، نقول هنشوف اللي بعد كده ايه. نمرك ستبر وده عبارة عن بس اللي انت بتعرف بتعمل عداد كده، اللي انت تعرف تضيف منه 1 2 3 4 5 لغاية لما انت عايز. طبعا بالمينيمم بتاعك 0، خلاص الماكسيمم مثلا 10، يعني ده انه لو انت هتضغط كده يوصل لغاية 10 ويقف، لو انت عايزه 15 مثلا اهو. مهما دوست بعد كده خلاص ما عادش فيه بعد كده. تمام، والستيب سايز خلينا دي تحت شوية كده. طبعا انا عايز اقول ان دي لو انت حاططها فين خلاص هي خدت الاحداثيات بتاعتها في الاكس والواي. تمام، يعني ده برضو حاجة كويسة قوي بالنسبة للشغل المتقدم. يعني دي خليها 10. الستيب سايز دي الضغطة الواحدة بتنقلك كام، الضغطة الواحدة بتنقلك كام، نخليها 4. لو ضغطت كده هيوديني 4 على طول، بعدين يوديني 8، بعدين 12،
لو في 12 يعني، تمام؟ يبقى دي بسيطة قوي. طبعا ده كله في موجود، ممكن تدخله عن طريق الاكشن سكريبت، بس يعني ايه مش ضروري قوي حتة الاكشن دلوقتي في دي بالذات، لان دي سهلة قوي يعني مفيهاش اي مشكلة. خلينا نجيب دي مثلا هنا تحت. نيجي بقى على البروجرس بار، وده الحقيقة هو بالظبط هو البريلودر. برضو في ناس كانت اتكلمت عنه في استفسارات، وانا الحقيقة برضو ما كانش عندي وقت، فخلينا نتكلم طبعا في الكورس هنا عن البروجرس بار وطريقة تحميل الملف. البروجرس بار ده هو عبارة عن لودنج كده عشان يقدر يحمل لك ملف معين ويجيب لك اللودنج بتاعه بالشكل ده. انت يمكن شفت المنظر ده على الانترنت، بالذات في الفيديوهات لما يكون في فيديوهات بالفلاش بيبقى في حاجة زي ستريمينج كده. طيب خلينا نشوف الموضوع ده ازاي، بس هو هعمله لك كله بالاكشن سكريبت، يمكن هو ادفانسد شوية. في هنا هحطه في حتة في لير تانية خالص، كوبي ان بليس. خلينا دي كان فيها نمرك، دي هنقفلها وهنسمي هنا بروجريس بار. جميل، البروجريس بار ده هسميه بروج بار كنترول اي كنترول سي انستنس نيم، عشان طبعا هتعامل مع الاكشن سكريبت. هاجي هنا على الاكشن سكريبت وافتح، تمام ده كده خلاص احنا كنا اتكلمنا عليه في الليست. البروجرس بار ده هو عباره عن حاجتين، يا ران تايم يا اما اللودر عادي من حته. يعني انا عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك ان انا عشان اوضحها لك لازم اعمل هنا واحط هنا اي حاجه في تاني واحده. يعني نعتبر ده اللودنج، لما تيجي تخش على الويب سايت بص تلاقي لودنج، بعدين 1 2 3 4 لغايه 100، اول ما يجي 100 بيظهر لك الكونتنت. لا هو بقى بالظبط بيعمل لك ايه، هو حاطط لك البروجرس بار ده او اللودر بمعنى اصح او البريلودر هنا في اول فريم، وبيقول له والله احسب لي مساحة الملف اللي هو مين في الفريم 2، احسبه لي. ولما يبقى 100% مساحة الملف قريته بتنزل 100% انقل لي على فريم 2، يظهر لك بقى الويب سايت بتاعك او الابلكيشن بتاعك اللي هو على النت. طبعا الكلام ده التكتيك ده بيتعمل على النت، ما بيتعملش على برامج الابلكيشن اللي على الويندوز او على الديسك توب، او بمعنى اصح يعني باللغه البلدي كده البرامج اللي انت بتحطها على الجهاز لو تعمل برنامج. يعني التكتيك ده بيتعمل على اي حاجه في النت، سواء جيم سواء ويب سايت سواء اي حاجه عايزه تحميل على النت. فعشان انا اوري المشاهد فاضل له قد ايه على الملف يتحمل بعمل له الطريقه دي. طيب انا هحط هنا اي حاجه، وليكن هحط له مثلا صوره، هعمل امبورتنج لاي صوره بنت تو، نخليها استنج على طول عشان نوقف هنا اهو، وناخد الاعلان ده ونخليه هنا، تمام مكانه هنا. طيب يبقى هنا هيعمل لي حسابات وبعدين ينقلني على تاني فريم. هعمل هنا واحدة، هعمل هنا اكشن ستوب هنا فوق خالص. استوب عشان ايه؟ قلنا قبل كده عشان اول ما يحمل يوقفني هنا على الفريم الاولاني. طيب جميل، انا عايز اكتب ايه هنا بقى؟ عايز اكتب ايه في الفريم الاولاني علشان يبدا يعمل لي التحميل ده؟ ركز معايا بقى في الحته اللي جايه دي. اول حاجه هقول له اد ايفنت listener. add event listener دي عشان بقول له خد بالك ان حط لي ايفنت على الستيج بتاعي علشان اقدر
اتفاعل معاه، يعني خليك صاحي على اي حاجه هعملها دلوقتي. ايه هي اللي هعملها؟ هعمل دي، هحط له من جوه ايفنت نوع الحدث ايه، يبقى ده نوع الحدث، هنقول له انتر، دي كلها بالكابتن، انتر اندرسكور فريم، ونسمي الفانكشن مثلا بري لودر. تمام، هات لي بقى اسم الفانكشن دي عشان نشتغل عليها بعد كده. هنقول له الفانكشن اسمها بري لودر، دي هحط عليها ايفنت. تمام، وبعدين هفتح اتنين برنسيس كده. اللودر ده هحط عليه ايفنت، تمام، من نوع الايفنت برضو فلاش ايفنت اهو، بضغط عليه بنزل لي فلاش ايفنت كلها فوق، امبورتنج باي ديفولت، وده اللي انا عايزه. هحط بقى هنا ايه بقى الاوامر اللي عايز اعملها له او عايز اديها له في الفانكشن دي هي اداه امر بديه يتنفذ في حاله معينه. ده اوامر، يعني دي اوامر برمجيه بقى تنفيذيه بعملها بطريقه معينه عشان بالطريقه دي عشان ينفذ لي امر معين. طيب والله انا دلوقتي هقول احنا ادينا له ده بروبار ريستنس نيم، هقول له ده الراجل ده انا عايزه ايه دوت، هقول له ست مين بروجريس، ست بروجريس. تمام، وهعمل له اتنين قوسين كده واقفلهم، واخش جوه القوسين بقى اكتب ايه، هكتب ستيج دوت. ستيج دي بنستخدمها علشان الحاجة اللي هتتحسب فيها المساحة بتاعتي كلها، او المساحة بتاعتي او حجم معين، حجم الستيج كله. يعني هنقول لودر انفو، هو ده جميل دوت باي اهو، عايزين بايتس لودد، بايتس لودد. طيب انا هكتبها، بايت لودد. تمام، واعمل كده كوما ماشي، واجي هقول ستيج تاني. هفهمك دلوقتي انا بعمل ايه. لودر انفو دوت بايت توتال، انا بقول له ايه؟ بص بقى يا سيدي، انا بقول له دلوقتي اعمل لي البروجرس بار بتاعك وخليه يحسب لي المساحه خلاص، من والمساحه التوتال، يعني خليه يحسب لي المساحه، هيحط لي بقى اللي هي الحاجه اللي بتزيد 1 2 3 4 5، وبعدين هيحط لي مين المساحه التوتال بتاعتي. ازاي افعل الكلام ده؟ عشان افعل الكلام ده محتاج حته احطها هنا كده يقول لي كام في الميه خلاص. يبقى باجي هنا على التكست، وبعدين باجي هنا على الديناميك تكست اوكي، وباجي بروح من دي لوحده كده جميل، خليها مثلا تحت. شوف بقى نوع التكست بتاعك ونوع اللي انت عايزه يكون 20، الكالر بتاعك، النوع بتاع الفونت نفسه،
مفيش مشكلة. المهم نديله انستنس نيم، هنسميه مثلا هنسميه لودر او لودنج. وهات الانستنس نيم ده عشان نستخدمه جوه. هنقول له حط لي اللودنج ده دوت تكست، اللي هو الاخ اللي بره اللي هو التكست ده، هنحط فيه ايه؟ هقول له والله احسب لي ماث. ماث دي اداه بحسب بيها حساباتي. ماث دوت راوند يعني احسب لي المساحه الكليه خلاص من، تعالى جوه هناخد اول واحده اللي هي البايتس لودد. اوكي، وهتبقى دي في 100 وهنقسمها على المساحه الكليه. يعني انا بقول له ايه؟ انا بقول له دلوقتي ايه؟ بقول له احسب لي المساحه اللي انت او عدد البيضات اللي انت حسبتها دلوقتي واضربها لي في 100 واقسمها لي على عدد مين؟ البايتس كله، يعني على عدد المساحه نفسها بتاعه الملف، وليكن مثلا 100 ميجا. انت هتحسب لي، تشوف انت حسبت كام واضربه في 100، يطلع التوتال اللي هو في 100. تمام؟ وزود لي كمان، حط له زائد ايه الكلام اللي انت عايز تطلع. تطلع تقول له بقى تحميل بقى جاري التحميل، تقول له باقي على التحميل كذا او اتحمل كذا. خلينا نقول مثلا، خلينا نقول بالعربي، انا عايز اقول له بالعربي انت حملت قد كذا. يعني مثلا اقول له ايه؟ المساحة المحملة، انا مش لاقي كلام يعني. وبعدين هنقول له في 100. تمام، وخلينا هنا نشوف هيعمل ايه مع العربي. ما اعتقدش انه هيكتف عليه، بس خلينا نشوف كده. لا وحشة، خلينا بالانجليزي يعني، خلينا بالانجليزي احسن. تخش بقى في use device fonts عشان يقرأ العربي، خدت بالك؟ وهتخش في الامبيد بقى وتقعد تعمل امبيد وبتاع. خلينا بس ايه نكتبها بالانجليزي احسن، اسهل.